Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Neyi yanlış söyledim Sayın Başbakan? Burada çok yapıcı bir konuşma. قطع أردوغان خطابا لنقيب المحامين الأتراك متين فيزي أوغلو في قاعة الاحتفال بمجلس الدولة التركي في أنقرة، بعد أن سرد المحامي أوغلو الأداء الفاسد للحكومة في سياساتها الداخلية والخارجية، الأمر الذي أحرج أردوغان وتصرف خارج الأعراف والقانون والدبلوماسية. منذ ساعة وأنت تتكلم، لا تغضب يا رئيس الوزراء، كلامي جميل وذو معنى. ما هو الجميل في كلامك؟ كله كذب من أوله حتى آخره. ما قلة الأدب هذا؟ لم أقلل الأدب. أنت كاذب. إلى أين تريد أن تصل؟ أعيد وأكرر رئيس الوزراء المحترم، لا أسمح لك بتوجيه هذه الكلمات لي لطفا. كان خطابي ذا معنى ولم يتضمن أي إساءة لشخصك. دبلوماسية نقيب المحامين من على المنبر أزعجت أردوغان، فاضطر للخروج بأقل خسائر ممكنة قبل أن ينكشف على حقيقته أكثر أمام الجميع. وعندما هرب أردوغان من القاعة، قال متين أوغلو لوسائل الإعلام إن مقاطعة أردوغان لخطابه بكلمات غير حضارية هي إهانة لنقابة المحامين وإهانة للدستور التركي. قليل أدب وكاذب. عندما يوجه رئيس وزراء دولة ذات سيادة ودستور وقضاء مستقل هذه الكلمات إلى ممثل أحد الجهات الحقوقية الرسمية، فنكون بذلك نعيش كذبة الديمقراطية واحترام القضاة والمحامين، حادثة تستوجب التوقف عندها. لن نسمح لأحد بإهانة المحامين. فليس غريبا عن أردوغان هذه الكلمات غير الحضارية، فمن لم يحاسب أحد نواب حزبه الذي ركل برجله وجه رئيس جمعية القضاة وممثلي الادعاء التركية عمر فاروق أمين آغا أوغلو عندما انتقد تدخل أردوغان بالقضاة، يتوقع منه